موجز لأهم الأنباء. طلبت وزارة الخارجية الفلسطينية الأربعاء المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للضغط على الاحتلال الصهيوني لوقف اعتداءات منظمات المستوطنين المتصاعدة على الشعب الفلسطيني. وقالت الوزارة في بيان لها إن الاحتلال يتحمل المسؤولية كاملة عن اعتداءات المستوطنين التي ترقى لجرائم حرب وتهدد حياة الفلسطينيين، مؤكدة أن تلك الاعتداءات تتم بحماية كاملة من قوات الاحتلال التي توفر الغطاء لمنظمات المستوطنين لتنفيذ هجماتهم وتقوم بتمويلها بحسب البيان. وحذرت الوزارة من نتائج وتداعيات ما يزرعه الاحتلال الصهيوني من قواعد ومرتكزات لمنظمات المستوطنين الإرهابية في الضفة الغربية المحتلة، بما ينتج عنه من تصعيد ملحوظ في الهجمات على المدنيين العزل. في العراق أعلن رئيس هيئة النزاهة الاتحادية الأربعاء تشكيل هيئة عليا للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى الهامة المودعة لدى هيئة النزاهة الاتحادية. وذكرت الهيئة في بيان لها أن رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون أصدر أمرا وزاريا بتأليف الهيئة العليا لمكافحة الفساد برئاسته وعضوية مديري دائرتي التحقيقات والاسترداد، بالإضافة إلى مجموعة من محققيها يتم اختيارهم من قبل رئيس الهيئة. وبحسب ذات البيان فإن القرار يهدف إلى الحد من الفساد وتقليص مسالكه ومنع استمراره ومعاقبة مرتكبيه، بما ينسجم مع أهمية وحجم تلك القضايا. استقبل وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة الثلاثاء رئيس اللجنة رفيعة المستوى للأمن والتنمية في منطقة الساحل محمد إيسوفو الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر. المباحثات مكنت من إبراز الدور الذي تلعبه الجزائر في إطار التعاون الأمني الأفريقي ومكافحة التهديدات الإرهابية، وكذا مبادراتها الرامية لتعزيز التكامل الاقتصادي من خلال منطقة التجارة الحرة الأفريقية. يسوفو أشاد بالدور الريادي الذي تلعبه الجزائر في تحقيق الاستقرار والتنمية في الساحل، مرحبا بدعمها لإنجاح مهمته والدفع بجهود الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الأربعاء مع المبعوث الخاص للرئيس الكونغولي رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي جون كلود جاكوسو آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية. وذكرت الوكالة أن الجانبين استعرضا خلال لقائهما الأربعاء الخطوات التي تبناها المجلس الرئاسي الليبي لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية. وحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي فقد أثنى المنفي على دور رئيس جمهورية الكونغو برازافيل وبعثة الاتحاد الأفريقي ومساندتهم لجهود المجلس الرئاسي لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا. انتهى الموجز، شكرا لكم. تبقى روابط الإلكترونية للقناة في الخدمة. إلى اللقاء.